8-10 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت انا هقف قدام هذا الامر لانه بيمس الامن القومي المصري. طب ليه؟ لان كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي ان احنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الاموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده. لما نسيبه كده كان ممكن اول نتكلم على ارقام ضخمه جدا، تكلمني في 80 و90، ما هو كده بقى. لكن النهارده كان لما يكون معايا اقدر اقول رقم تقريبي، والدكتوره هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع راس الحكمه وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتوره؟ واتفضلي استريح، اتفضلي. والاتحاد الاوروبي وايضا اي امور اخرى. لما يبقى معايا الرقم ده واقدر ان انا يعني اعمل سعر مرن طبقا للطلب، يبقى انا ممكن انجح. لكن غير كده كان هيبقى في مشكله كبيره جدا في مصر. انا عاتبت رجال اعمال او عاتبت ناس في مصر الدولار ويراهنوا عليه ولا ياخدوه ولا كده. انا عاتبت حد؟ عاتبت ناس جابت البضائع وسعرت على ان الدولار ب70 وب80؟ عاتبت حد؟ ولا قلت للحكومه حاولوا تنظموا الموضوع من خلال اجهزه الدوله المختلفه؟ عملت اجراء حد ضد حد؟ ممكن حد يقول لي طب وانت ما عملتش اجراء حد ليه؟ ممكن حد يقول لي كده؟ يعني احنا في ازمه كبيره زي دي وكمان نعمل اجراءات ممكن تعقد الامر اكتر من اللازم، ولا نحاول ان احنا نحل المساله ونتعب كلنا شويه؟ انا بقول ما عاتبتش حد عشان ايه؟ اوعى حد يزعل من الكلمه اللي هقولها. اوعى تدوا لظهركم البلاكو، اوعوا تدوا ظهركم لبلاكو كلكم.